المحكمة المتنقلة غتمشي للعلايش، غتمشي للتطوان، غتمشي للأصيلة، أصيلة العلايش، طنجة النور، دونك كاين وزاج، فشاون، تطوان، وأصيلة والعلايش، دونك غدوز، غدوز واحد 3 جور في هاد المستشفيات، في هاد المؤسسات هادو، اقتنينا المسائل ديالنا كلها، بالنسبة ليزاناليز، لي غاديو، غتسير الأطباء كاملين جميع التخصصات، دونك المنخرط والعائلة ديالو المنخرط مستفيدين معاه. غيجيو غيديروا لا كونسلطاسيون يعني يشوفوا الطبيب يدير لي زاناليز ديالو اللي كان محتاج زاناليز الا كان محتاج لا غاديو غيدير الغاديو ديالو وغيعطيوه وغيصدوا له النتيجه ديالو الا كان كيطلب انه خصو يتنقل يدير علاجات اخرى دونك المؤسسه هذا هو ديك هذا الهدف ديك المراكز النهاريه وهاد لي سي اش او اللي غيتبنوا في المغرب دونك هذا بالنسبه لمراكز استقبال الاسقاط كذلك في برنامج الصحه المؤسسه بصدد بناء وتجهيز مجموعه من المراكز النهاريه للاشخاص المسنين حاليا دونك بدينا في الرباط راه واحد لوطيل كيتبنى خاص اللي غيستقبل الناس المرضى والمرافقين ديالهم اللي كيمشيو للرباط يتعالجوا دونك غتسيب واحد لوطيل تما راه كيتبنى غالبا غتسيبو في هاد لافان ديال العام غتسيبو جاهز باش لان ديك لا بريسكولير ما بقاش بريسكولير تما التعليم الاولي زولناها ودرنا واحد كلينيك تما اللي غتسيبو خاص بالمرضى ديال المؤسسه السادس يعني اللي كيمشيو يتعالجوا في الرباط دونك تما غتسيب واحد لوطيل اللي يمكن لما يجلسوا فيه بدون يعني بدون ما يعني كاين بقاو صعوبه المبيت تما في الرباط دونك هذا بالنسبه للخدمه ديال الصحه واللي خدمه جد مهمه اللي كنصح به الاخوان وهي يعني كيفيه الاستفاده من الخدمه هذا هو اللي كاين يعني الا عرفت كيف تستافد من الخدمه ديال الصحه يعني كاين مؤسسه دايره واحد المجهود كبير في الجانب الصحي غالبا منخرط في العمليات الجراحيه ما يخلص حتى شي حاجه 100% ما كندخلوش الا في ديك لونوار هو اللي ما كتدخلش فيه المؤسسه الا كان لونوار يعني كنعطي لي كلينيك دونك حنا ما كندخلوش فيه دونك ما عندناش زعما شي سير عليه بالنسبه للخدمه الثانيه وهي تمويل السكن حاليا دونك كان التمويل قبل بدينا ب 2003 2009 واحد البرنامج ديال فوكاليف اللي كان فيه اليه وحده ديال الكريدي اللي استفدوا منه تقريبا 110000 واحد حاليا عندنا واحد البرنامج امتداد اللي موعد فيه الاليه باش يستفدوا المخاطرين ديالنا بهذا السكن هذا من 2019 الى حدود 2029 فيه اربعه الاليات هذا المشروع هذا ديال البرنامج الامتداد فيه الاليه الاولى وهو واحد الكريدي ديال 3 مليون دونك هنا غنجيكم الاليات الاولى هو واحد الكريدي 30 مليون بواحد نسبه الفائده 2.2 الاليه الثانيه واحد الكريدي ديال 15 مليون بدون فائده واللي من حق حتى المتقاعدين اللي واصلين مازال ما وصلوا 70 سنه من حقهم يستافدوا منه هذا الكريدي هذا ديال 15 مليون لان كيجي واحد الاقتطاع ماشي كبير وبالتالي ممكن على 6 سنين 7 سنين اللي باقي له 6 سنين ولا اللي باقي له 8 سنين يستافدوا منه ما كاينش دونك هذا 15 مليون بدون فائده كاين الاليه الثالثه وهي كدير واحد الكريدي مع البنكه ب 4.2 وكتطلب واحد الدعم ديال المؤسسه ب 4 مليون حنا اتفقنا مع لي بونك على اساس ان تب اقل ممكن يعطيو هذا الدعم كيعطيو حتى 6 مليون مثلا في الكريديت ديال السكن ممكن تطلب هذا 4 مليون ديال المؤسسه دونك حنا ما عندناش مشكل الاليه الرابعه وهي مع البنوك التشاركيه كتمشي دير معاهم واحد عقد مرابحه وكتطلب واحد الدعم ديال المؤسسه ديال 4 مليون هذا بالنسبه للكريديت ديال السكن دونك برنامج امتداد اللي كيهم جميع المخاطر ديال المؤسسه كاين دونك هذه الابنك اللي داخله الابنك اللي ما دخلتش معنا وهي بين سيدي فقط هي اللي ما دخلتش معنا الاتفاقيه ديال هذا التمويل السكن بالنسبه دونك الاليه الرابعه عدد المستفيدين دونك هذه الحصيله دونك باش نعطيكم معي الحصيله التمويل المنخرط هذا واحد البرنامج درته المؤسسه دونك سميتو يسير واحد قرض اجتماعي اللي فيه جوج اليات درنا جوج اليات الاليه الاولى هي واحد الكريدي ديال 20000 درهم بدون فائده والمده المقصود باش ترجعوه هو عامين على عامين هذا 20000 درهم بدون فائده والاليه الثانيه هي واحد الكريدي ديال 30000 درهم 3 مليون بواحد نسبه الفائده كتراوح ما بين 1% حتى 3% كتعلق بالمده باش ترجع الكريدي واش عام ولا عامين ولا 3 سنين دونك هذا كيفيه الاستفاده كتدخل لموقع المؤسسه كتعمر هذا المطبوع وكتمشي للبنك ديالك مباشره بالنسبة الميدان الثالث ولا الميدان المهم هو التربية والتكوين والثقافة، المؤسسة دارت مجموعة من الخدمات في هذا المجال التربية والتكوين، منها منحة التوفيق الدراسي، دونك منحة اللي حنا المؤسسة كتعطي واحد المنحة اللي كيجي في البكالوريا 16 على 20 كتعطيهم منحة اللي فيها 3 سنوات 1000 درهم شهريا،
دونك حاليا كلشي اللي كيجيب اكثر من 16 20 كياخذ من حد الموسم السادس. حنا في شهر 9 كيبداو الطلبات ينزلوا عندنا في الطلبات، كنحل واحد البوابه في السيت انترنت ديال الفونداسيون في الموقع ديال المؤسسه، كتعمروا ديك الفورمولير وكتجيب لنا الدوسي اللي عندنا. بالنسبه كذلك في هادشي ديال التربيه والتكوين درنا واحد المنحه ديال التعليم الاولي. هاد المنحه هادي كتعطى للابناء المنخرطين اللي كيقراو اما في التمهيدي الاول ولا في التمهيدي الثاني 2000 درهم سنويا، والاستفاده منها كتسيبها حصريا في السيت انترنت. كتدخل للسيت قبل 30 شهر 11 كتعمر الفورمولير كيستافدوا من الخدمه هادي. دابا حاليا اكثر من 27000 واحد اللي استافدوا هاد السنه هادي، دونك هذه الحصيله ديالها. كذلك عندنا واحد المدارس ديال التعليم الاولي دونك اللي تقريبا بدات في 2008، دابا حاليا عندنا 18 مدرسه نموذجيه للتعليم الاولي. هاد المدارس هادي حاليا هذه السنه هذه ربما سيتم الاستغناء على كثير منها نظرا لان الدوله تكلفت بالتعليم الاولي، المدارس العموميه كتبقاو التعليم الاولي، وبالتالي لاحظنا بان هذه المدارس ديال التعليم الاولي اللي كيولوا كيستافدوا منها اكثر هما من غير نساء وجهه التعليم. والمؤسسه مقبله واحد البرنامج عشري في الجانب الصحي، ديك المراكز النهاريه مراكز ديال الشيخوخة والمسنين، وبالتالي هذه المراكز هذا التعليم الاولي لان المناطق اللي الدوله يعني التعليم العمومي تكلف بها المؤسسه هذه المراكز هذا لي بريسكولير، ومنها ديال منها ديال الرباط كانت بريسكولير بدلناها بوردين خاص بالنساء وجه التعليم. في تطوان غتسيب واحد المركز ديال المسنين، هذيك ديال تطوان غتولي مركز مسنين. هنا في العريش مازال ما عنديش تصور واش شنو غيولي فيها، ولكن غالبا اذا كان التعليم يعني ديجا يعني واحد النسبه دوك غالبا غتسيب شي حاجه. كاين برنامج ان هاد لي بريسكولير ما يبقاوش دي بريسكولير، يوليو اما هاد لي زوردير ديال المسنين، اما مراكز ديال الشيخوخه والمسنين، هادو هما لي دو بروجي اللي كاينين، ولا مراكز صحيه نهاريه. دونك هذه التربيه والتكوين كذلك برنامج نافذه، كما كتعرفوا المؤسسه كانت دارت واحد البرنامج نافذه الاول اللي كان في 2008 2009 واللي استفدوا منه تقريبا 150000 واحد اللي استفدوا من هذا البرنامج النافذه اللي كان بشراكه مع وزاره التربيه والتقنيه، وكنا كنخلصوا 1000 درهم حنا و1000 درهم وزاره التربيه والتقنيه. سنه 2009 وكان اقبال عليه كثير. المؤسسه دابا جددت هذا البرنامج هذا النافذه جوج واللي محقق اي واحد يستفد منه، غالبا غيستفدوا 150000 واحد اللي غيستفدوا من هذا البرنامج هذا. عندك 2000 درهم دعم ديال شراء الحاسوب، على كل حاسوب يعني ممكن تشري واحد المؤسسه كتدعم واحد الدعم ديال 2000 درهم. عندك جوج اختيارات، اما كتمشي تشري البي سي ديالك وكتطلب دعم المؤسسه ديال 2000 درهم كترجع لك كتبغي تسال في الحساب ديالك. دابا زدنا واحد الاختيار الثاني وهي كتدخل لوسي ديال الفونداسيون النافذه جوج كتعمر الاختيار الثاني وكتطلع لك اللائحه ديال الشركاء ديالنا، كتمشي لعندهم كتستافد من ديك 2000 درهم مباشره. دونك كاين اختيار ثاني وكاين اختيار اول، دونك عندك اختيار اي اختيار بغيتو ولكن انت مشكل. كذلك عندنا واحد الدعم ديال 25% على الكونيكسيون انترنيت، لا كونيكسيون تيليفونيك يعني لي بورتابل مكالمات ولا فيبر اوبتيك ولا هذاك 4G. دونك كلهم هذو كيستافدوا واحد الدعم ديال زوبيراتور ثلاثه، سواء اتصالات المغرب سواء انوي سواء اورانج، واحد التخفيضات ديال 25%. باش تستافد كتدخل للسيت ديال الفونداسيون، واحد لا روبريك نافذه جوج كتعمر واحد الفورمولير كتامبريمي وتمشي لعند لوبيراتور اللي عجبك انت باش تستافد من 25%. دونك هذه الانشطه الثقافيه المؤسسه دارت واحد مراكز سوسيو ثقافيه. حنا في تطوان عندنا صافي الاوائل، دونك دابا حاليا كان فيه مكتبه وثائقيه ديال الصغار وديال الكبار، زائد عندنا واحد القاعه ديال العروض، زائد عندنا واحد 5 ورشات كاين ديال الموسيقى ديال الصباغه ديال الرسم كاين ديال المسرح والفوتوغرافي الفوتوغرافي. هادو اللي ممكن المنخرطين ديالنا كيستافدوا منهم على مستوى تطوان. حاليا زادوا وسعوا ديال طنجه باش غتولي حتى هي مركز سوسيو ثقافي، وكذلك في الرباط عندنا برنامج ديال بناء مجموعه من المراكز، هاد المراكز في المغرب كله ان شاء الله بجوج ديال العشرة عندنا البرنامج ديال 10 ديال المراكز. دونك هادي بالنسبه للمواد الالكترونيه، دونك هادي المواد الالكترونيه لان المؤسسه كتوفر على واحد البوابه يعني خاصه بالنسبه للاف ام سي، تدخل لجوجل غدير موسم السادس فيها جميع الخدمات، فيها جميع كيفيه الاستفاده، بحيث ان جميع الخدمات المؤسسه ولات الكترونيه، جميع الخدمات نافذه جوج ياسر امتيله كلها كدير لا دون ديال تويتر. دونك هادي راديو منارات، هاد راديو منارات تم احداثه خاص بنساء وجه التعليم اللي كيقدم محتويات ثقافيه واللي ممكن يساهموا فيها نساء وجه التعليم سواء بالابداعات ديالهم ولا المنشورات ديالهم، وهي مفتوحه في وجه الجميع. بالنسبه
المعارض الفنيه تقريبا 123 معرض اللي دارت المؤسسه. كذلك المؤسسه تم احداث جائزه الاستحقاق المهني بالنسبه للرجال والنساء التعليم، وكذلك جائزه الاستحقاق الفني والثقافي. هذه الجائزه كتصيبها جائزه الاستحقاق المهني كتصيبها في الاكاديميات كيتبانوا على مستوى المديريه، ثم الاكاديميه كتصير منحه جهويه اللي فيها 3.5 مليون، ومنحه وطنيه اللي كتصير فيها 5 مليون. دونك هذه كل سنه كتجي واحد المذكره اللي كيشاركوا الاساتذه واللي كيزولوا المهام ديال سواء الاداره ولا التعليم الابتدائي الاعدادي والثانوي. جائزه الاستحقاق الفني والثقافي هذه على مستوى الابداعات، يعني الرسم، الانفوغرافي، الفوتوغرافي، دونك في جميع الميادين. بالنسبه للتربيه والتكوين الثقافه بناء 10 مراكز ثقافيه. دونك هذا بالنسبه للترفيه كذلك هو ما يهم النساء وجه التعليم اكثر ومتقاعد على وجه الخصوص. المؤسسه دونك كان عندنا في البدايه كان عندنا مركب جوج ديال المخيمات في السعيديه وفي جديده. دونك المؤسسه نظرا للطلب المتزايد على هذه الخدمه هذه من طرف نساء وجه التعليم تم احداث دابا حاليا عندنا اربعه المراكز ديال الاصطياف مركبات يعني جد تليق بنساء وجه التعليم. عندنا واحد في اول واحد كان في جديده، الثاني كان في مراكش، جديده، افران واكادير. دونك هادو مركبات سياحيه اللي بحق جميع المخيمات يستافدوا منهم. كيفيه الاستفاده وهي كتدخل للسيت ديال لافونداسيون كاين ولا كتدخل مباشره لاوتيل زيفير بوان ا، كتدخل كتريزيرفي كتختار التوقيت اللي كيناسبك وكتريزيرفي وكتمشي لهذا الزيفير اللي خاص بالنساء وجه التعليم. في العطل كتجيب خاص بالنساء وجه التعليم، من غير العطل كنفتحوهم لجميع زعما المواطنين اللي بغى يستافد منهم. ولهذا زعما اللي بغى يستافد من غير العطل اللي كتجيب عندنا اشكاليه. كاين الضغط عليهم كثير لان كما ابار العطل الاخوان اللي جاو لعندي كلهم قال لك ما كاينش مشكل كيريزيرفيو واحد الثمن زعما نقولكم لوطيل ديال دو بيرسون 100 درهم لواحد. الشومبر ديال دو بيرسون 100 درهم لواحد. عندك لي بونكالو ديال اف 1 200 درهم لواحد، 200 درهم. اف 2 تقريبا كتوصل ما بين 300 400، اف 3 اف 2 اللي كنقول اف 2 هي ضرب عدد الناس. اف 3 ديال 6 الناس ما بين 400 حتى 500 درهم. دونك هادو هما لي بري اللي